لكن خلينا نروح برضو شويه حاجات فنيه. سمير لو جاهز بالحاجات اللي عندك برضو، الهداف الهدافين في الفريقين سواء محمد شريف الحقيقه وحسين الشحات وبيرسي تاو، دول هدافي النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. وعلى الجانب الاخر هدافين نادي الوداد يحيى جبران واشرف داري، اشرف داري وزهير المترجي و كنت شوف انا بقول لك على هما يعني يحيى جبران ده الوسط المدافع بتاعهم، بس هو تملي بيروح يطلع يشوط على ال 18، فهو جايب خمس اهداف وفي الكور الضربات الثابته. نفس الشيء اشرف داري ده القلب الدفاع، فبرضه ده دليل انه الضربات اللي ثابته، الضربات الثابته بيطلع فيها، وهو وفرحاني القلب الدفاع الثاني هو اللي جايب الجون اللي تعادلوا بيه في بيترو واتلتيكو، فهم واضح انه في الضربات الثابته مميزين، لان في 8 تجوان جايبهم يحيى جبران واشرف داري. زهير المترجي جناح، اسامه من ضربات الجزاء، ضربات جزاء فاولات وضربات جزاء فاولات وضربات جزاء، وجايب جون حلو قوي في بيترو اتلتيكو بتاع 3-1 شوطه من بره ال 18. دي 7 كور هي ضربات ثابته زي ما حضراتكم شايفين بيتعملوا في مكان واحد، اهو كابتن اسامه، كابتن حشيش، كابتن شريف، كابتن فوزي، بيتعملوا في مكان واحد وبيتلعبوا الكره بالعرض ونفس الطريقه ونفس الاتجاه وزي ما انتم شايفين. الجون اللي هم تعادلوا بيه في ملعبهم الاخير بيترو اتلتيكو كورنر، فرحاني ده اللي هو السرد باك في منطقه الستة ياردة دي اللي هو معمول عليه السهمين، اللي هو الجيل اللي معمول عليه السهمين في جوه الستة، حاططها في المنطقه دي مظبوط. فهو هم مميزين في الضربات الثابته. لازم نقول احنا نعمل ايه بقى؟ ايوه يعني طبعا خطورة الكلام ده نعمل ايه بكره الساعه 9 الكلام ده، لكن الهدافين برضو او صانعوا الاهداف في الفريقين سواء بيرسي تاو او يعني بيرسي تاو بيقابله ايمن الحسوني في الجانب الودادي. ايمن برضو لعيب كويس وعنده مهاره وعنده قوه ويتميز وايمن امبنزا ده على الهداف بتاعهم في الدوري جايب لهم 12 هدف في الدوري، ده اخطر وجايب لهم 3 امبنزا اقوى واحد واللي بيتحرك بالعرض بيعتمدوا عليه، بيستلم الكوره بيعرف يتحرك، بيطلعوا كلهم عليه بيلعبوا الطويل عليه عشان يستلم ويطلع اذا كان يحيى من هنا والناحيه الثانيه المترجي، فهو عنده القدره دي وهو اللي بيلعبه اشتراك على طول، على طول في كل كوره بتاعته او مش بتاعته بيحاول عليها يعني. بس هو برضو ايمن الحسوني في المهاره اعلى، هو امهرهم، هو بيلعب تحت راس تحت موبينزا وبيلعب على يمينه بديع اوك وعلى شماله الجعدي. ايمن الحسوني امهارهم يعني اللي بيصنع اللعب بيكمل على الجون عنده بكره ممكن زهير المترجي اللي يلعب مش اوك ممكن لان زهير كان مصاب وموقوف ولما رجع ابتدى يلعب، حتى لعب اخر ماتشين في الدوري بتاعهم وبديع اوك كان احتياطي فاعتقد ممكن اللي هيبتدي بكره زهير المترجي هو اللي هيلعب قدام يحيى عطية الله لانه لعيب كوره كويس قوي وبيطلع وعلى طول بيخش لجوه ويطلع يحيى عطية الله من ظهره، فدي يعني انا عن نفسي اتمنى اوك يلعب وما يلعبش المترجي. هو خلي بالك هم في الماتشين بتوع بيترو اتلتيكو لعبوا بتشكيل تقريبا ثابت يعني ما غيروش اللي هو تجناوتي العملود فرحاني وداري قلب دفاع يحيى عطله شمال والعملود ويحيى عطله تملي بيتقدموا عشان يعملوا وبعدين افضلهم اساس اساس التفكير بتاع المدرب بتاعهم على طول اللي هو بيبتاع لهم ساحه يقدر يعمل العرضيات وهم شاطرين جدا في الدخول جوه ال 18 وعندهم يحيى جبران و وداودي والداودي الاثنين قلب وسط ارتكاز وعين ثلاثة بديع اوك او زهير المترجي وايمن الحسوني والجعدي وبعدين موبينزا في الامام في القدام، هم بيلعبوا على الاستحواذ والكرات العكسيه بيلعبوا الكرات العكسيه كتير جدا يعني سواء من السرد باكات او الباكات بيعملوا الكرات القطريه العكسيه دي سواء لساعات ايمن الحسوني في دار الباكين للاوك او زهير المترجي علي لو لعب بكره ياخد باله طبعا هي دي النقطه الثانيه الباك رايت والباك ليفت لازم التغطيه العكسيه دي مهمه جدا تبقى واضحه عشان كده هيفكر في ايمن اشرف عشان كده يلعب ثلاث عشان كده هيلعب ثلاث 3-4-3 وجهه نظر يعني يبقى اسهل له 3-4-3 عشان خاطر الحاجات المعموله من ناحيه يحيى عطيه الله ناحيه رضا الجعدي
بتتعمل في ظهر علي معلول، فلازم يبقى معانا واحد يعني زياده في الحته دي، ايمن اشرف ومثلا يبقى حمدي تحتيهم التالت بتاعهم، عشان على الاقل علي لما يعرف يهاجم هو ومحمد هاني يبقى في حد واقف له.